انا بس عم بطلب منك الكولكشن الشتوي بس. ولك انت عم تطلب كل شيء، بدك الكولكشن كلها. اوكي بقدر امن لك تصميم واحد بس، اكثر من هيك ما تتوقع مني. ما بيكفيني، انا ماني مثل بيي سيرين، ما برضى بالقليل. بعرف بيك كان رجال ذكي ومنطقي، اما انت شرس، وكان برايك بيك كان لازم يكون اقسى من هيك بكثير. بيي كان رجال اعمال ممتاز، بس كان نظري وانا عملي. مش بس بآمن انه الشخص لازم يكون بالسوق قاسي، لازم يكون وحش لحتى يحصل على اللي بده اياه ويدافع عن مملكته. انت اصلا منك بعيدة عن هالاجواء سيرين، ما طول عمرنا نشبك بسمكة القرش، ذكية وسريعة وما بترحمي وتنقي النجاح لو شو ما كان ثمنه. إذا برأيك إني هيك بحالي بالنار بس لأنك سيرتني بكلمتين، فأنت غلطان كتير شبرا. يعني أنا قلت بجرب الحكي الحلو معك بالأول، بس إذا بدك نلعب على المكشوف نلعب. أنت بتعرف الأشياء اللي بعرفها عنك سيرين. إذا ما بدك تمشي بطريقة وأسلوب بيك، إنه شو ناوي تعمل؟ يعني ما رح حور ودور وضيع وقت، رح أضربه لمالك الضربة القاضية. شبران برأيي تهدى شوي، يعني القصة منا هينة مثل ما أنت شايفها. ليكي نحن قلنا ثلاثة جنريشنز منشتغل بسكربينات، وعنا إنتاج مهول بين هون وأوروبا. مش تيجوا مالك وصديقه ينافسونا بشركتهم الصغيرة. بس أنت بتقدر تشوف ديزاينرز موهوبين بيعملوا لك تصاميم أحلى من شغل مالك، بتقدر تجيب مين ما بدك. ما هو لو لقيت ديزاينرز ما كنت قاعد معك هلا، وبالتصاميم اللي عم يعملهم مالك شكله قريب ما رح يكون عم ينافسنا. أنا مستحيل أقبل بهيدا الشيء. بدي دمره لمالك قريبا قبل ما يكبر أكتر، وهذا رح يكون آخر موسم لإله. تفضل، التصاميم صاروا جاهزين. صحة. تفضلي. آسفة سرعتك اليوم، يمكن قد ما عطست. لا أبدا ولا يهمك. شكرا على الفايل. سما إذا حاسة حالك تعبانة فينك تروحي على البيت، أو إذا بتحبي جيب لك دكتور لهون. لا ما بدي، فيني روح كمل شغلي. سما إذا عن جد ما عاد بيهمك اللي بيناتنا، انت ليه لساتك هون؟ لانه ما بقدر اروح. وانت ليش ما بتقلي روحي؟ ما بقدر. استاذ مالك، هولي اسماء المشاركين بدور التصميم.